نصرة الله سبحانه وتعالى والنصر المبين يذوقه ويطعمه من عايشه. أما نحن في الحقيقة الآن نتحدث عن شيء نراه أو نسمعه بين الحين والآخر، وهكذا في كل الأمور تسمع عن الخشوع، لكن من يعيش الخشوع مع الله عز وجل في صلاته هو الذي يعرف معنى الخشوع. وقد يستنكر من حرم الخشوع معنى الخشوع، عندما يقال يسقط من المسجد شيء فيقول أنى يكون ذلك ولا يشعر بسقوطه، لأنه حرم من لذة وطعم الخشوع فهو لا يتصور ما معنى الخشوع. وهكذا في كل المعاني، في معاني درجات الإيمان ومراتب الإيمان وحقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان، يطعمها هذه المراتب وهذه الدرجات من عايشها. أما من يقرأها ويسمع بها قد يداخله الشك أو الحيرة أو الدهشة على أقل تقدير عن أي أمر تتحدثون. ولذلك أيها الإخوة، لا تستعجلوا نصر الله سبحانه وتعالى، دعوا أولئك الذين ذهبوا إلى أرض المعركة هم يتحدثون عن النصر، أما أن يتحدث عن النصر أولئك الذين هم بعيدون عن الموقع، عن معايشة الحدث، فإنه بطبيعة الحال كمثل ما قيل أن هناك من ألف عن الحج فذهب إلى الحج قبل ألف قبل أن يذهب، فعندما ذهب إلى الحج التبست عليه بعض المسائل، ولم أقل عالم وإنما قلت من ألف. وكذلك في النصر، فمن جلس مع أولئك الذين خاضوا مثل هذه المعارك ودخلوا في الميدان رأوا نصر الله سبحانه وتعالى. واسألوا غيرهم الذين كانوا يخوضون تلك المعارك التي لم يخوضوها إلا لله، إلا لنصرة الدين، إلا فقط في ذات الله سبحانه وتعالى، كيف أنهم ينظرون إلى نصر الله سبحانه وتعالى يتحقق كل يوم، ولذلك لا ينثنون، لا يتراجعون ولا يرجعون القهقرة، لأنهم يشعرون بالنصر. ومخذول من ينظر إلى النصر ثم يرجع ويستسلم، بل هو يقدم لأنه يرى الفتوحات والانتصارات والبشائر والنصرة من الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يتخلف. ولو يتحدث الآخرون عن أي نصر تتحدثون، لأنه لم يذق هذه النصرة ولم يذق حلاوة النصر ونشوة الفتح الإلهي. يقول فتح ونصر لأن الله سبحانه وتعالى يربطهما دائما في كتابه العزيز، هذا النصر والفتح القريب، وبشر المؤمنين، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ومن أراد أن يتحدث عن نصر الله سبحانه وتعالى فلينظر إلى ما وقع في تاريخ هذه الأمة، في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في قصص من غبر ومن سبق. الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن طائفتين، عن الصالحين المؤمنين وعن المرسلين، وعن الطائفة الأخرى عن المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل لما يداخلهم الشك في نصر الله، لا لا أبدا، هم لم يستيئسوا في نصرة الله عز وجل، وإنما رأوا أن الناس قد تباطؤوا في نصرة دين الله عز وجل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم وليس من نصر الله عز وجل،
جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصص هؤلاء وهؤلاء لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وانظروا في كل أحوال السابقين، فرعون وما عنده من عتاد وعدة وجيش عرمرم مع شرذمة قليلة كما أخبر هو، وقال هو شرذمة قليلون، أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذا الحدث، فنصر الله هؤلاء. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وإذا استقرأنا تاريخ النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا ذلك يتجلى حقيقة، أنه كان عليه أفضل الصلاة والسلام وهم يحفرون الخندق والأحزاب تتحالف ويضربون بمعاولهم على الصخر، فيبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر القادم في يوم فتح. عن أي فتح تتحدث؟ عن أي نصر تحدثنا؟ ثم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فتوحات وعن نصر قادم بعد هذه المعركة أو هذه الغزوة. هو يحدثهم عن ذلك، لا يحدثهم عن ذلك الوقت، عن انتصارات قادمة أخرى. هكذا يرى المؤمن نصر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أيضا في سورة الروم أن الروم وفارس كان يقتتلان، يعني هذه الفرقة وهذه الفرقة، والله سبحانه وتعالى يبشرهم بنصر الله، لأن النصرة ستأتي بعد ذلك وهي متحققة. ولا تعجل في نصر الله سبحانه وتعالى، وإنما عليك أن تتخذ التدابير التي تعينك على استنزال نصر الله سبحانه وتعالى وعلى تحقق هذا النصر.